السلام عليكم. وعليكم السلام، ارفع صوتك يا حسن شوي. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. يا شيخ الله يحفظك، أنا أنوي الحج ولكني لا أستطيع أن أدفع للشركات شركات الحج الداخل هذا، وعندي مجموعة من العيال أبغى أحج بهم، والآن طلبوا مني الحملة هذه حوالي 24,000، وأنا لا أستطيع أدفع هذا المبلغ كامل، وإنما استطاعتي في حدود المعقول، يعني بيكلفني الحج أنا وأسرتي حوالي 3,000-4,000 ريال، فهل يمكن أني أحج وأفدي بدون ما أشترك في حملة؟ إذا أمكنك أن تحج مع بدون حملة فافعل هذا لا بأس، ولكن الحملة ربما تكون أسهل، وأيضا يخدمونك في منازل الحج وفي يعني أعمال الحج. لا هو لازم تحج بجميع أولادك. طيب شكرا. لأن هذه فرصة أنا موجودة الآن وأبغى أحجبهم عندي في سيارتي وأوديهم وأجيبهم. إذا سمحوا لك بهذا فلا بأس،